بس انا ما تقلبش الفيديو، عشان في الفيديو ده هقول لك على شويه معلومات هتغذي عقلك، حاجات انا متاكد انك اول مره تعرفها. يلا بينا. انت عارف ان النقود او الفلوس مصنوعه من القطن؟ طب انت عارف ان الكرسي الكهربائي ده اخترعه طبيب الاسنان؟ طب انت عارفه او عندك فكره ان مضغ اللبان اثناء تقطيع البصل بيمنع الدموع؟ طب عندك فكره برضو ان الشوكولاته ممكن تقتل الكلاب؟ طب انت عارف ان الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع القفز هو الفيل؟ طب عندك فكره انك مستحيل تموت نفسك عن طريق حبس النفس؟ يعني انت مثلا لو عايز تنتحر لا قدر الله، ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني مستحيل تموت نفسك، يعني تكتم نفسك كده وتموت، مستحيل. واللي عايز يجربها يجربها بس بعيد عني عشان ما اكونش انا السبب. طب انت عارف ان المنبه الاقوى بعيدا عن القهوه اللي هو بعد ما تصحى الصبح وعايز تفوق ما تشربش قهوه، لا كل تفاحه وانت هتفوق على طول. طب عندك فكره ان عين النعامه اكبر من دماغها؟ طب انت عارف ان البحر الاصفر بيقع بين الصين وكوريا؟ طب انت عارف ان جميع الدببه القطبيه بتستخدم اليد اليسرى في كل حاجه ولا تستخدم اليمنى ابدا؟ طب انت عارف ان حجم عيونك ما تغيرش من اول ما انت اتولدت، ولكن اذنيك وانفك لا يتوقفان عن النمو؟ طب انت عارف ان المخلوق الوحيد الذي ينام على ظهره هو انت الانسان؟ ايوه، هو المخلوق الوحيد اللي بينام على ظهره الانسان. طب شوف المعلومه الخطيره دي، انت عارف ان معظم الغبار الموجود في المنازل ده بيكون من بقايا الجلد الميت الذي يتساقط من سكانها؟ يعني في تراب كتير انت بتلاقيه في البيت ومفيش منفذ يدخل منه التراب، ده جاي منين؟ دي معلومه مهمه على فكره. ده جاي منين التراب ده؟ ده جاي من بقايا الجلد الميت اللي بيسقط منك كل يوم. طب انت عارف ان الكوكب الوحيد الذي يدور مع حركه عقارب الساعه هو كوكب الزهره؟ طب انت عارف ان اصل كلمه الالماس اصل يوناني وهي معناه لا يقهر؟ طب انت عارف ان حبات اللؤلؤ ممكن تدوب في الخل؟ طب انت عندك فكره ان ذكر العنكبوت بيسمى بالهيجمانه؟ طب انت عندك فكره ان اعلى قمه في العالم هي قمه جبال ايفرست في جبال الهيمالايا وسميت نسبه للجنرال المراقب للهند جورج ايفرست؟ طب عندك فكره ان الحرب العالميه الثانيه بدات في 1/9 عام 1939 وانتهت في 2/9 عام 1945؟ طب انت عارف ان الحيوان الوحيد اللي لو حزين وزعلان بيبكي وينزل دموع هو الفيل؟ طب انت عارف ان البعوضه او الذبابه عندها اسنان؟ مش بس كده، دول 47 سن، سبحان الله، يعني قادر على كل شيء. طب انت عارف ان العقرب لو احيط بالنار بيلدغ نفسه حتى يموت؟ لو عجبكم الفيديو وعجبتكم المعلومات دي شيروا الفيديو عشان انزل لكم الجزء الثاني.